مرحبا من جديد أعزائي المشاهدين، مرحبا بك من جديد دكتور خالد. شاهدنا في المحطة الخارجية دكتور خالد يعني من أكثر الأشياء حداثة في طب تجميل الموجات الصوتية، فيريد تورينا الموجات الصوتية هي عبارة عن شنو وبيعملوها في أي حالة بالضبط. الموجات الصوتية هي عبارة عن جهاز بيصدر موجات صوتية زي اللي بتكشف عن الجنين المهمة بتاعتها المساعدة على تخلخل الخلايا كويس، وبتساعد على امتصاص الأدوية اللي احنا دايرين نوصلها. نعم. وزي ما شفتي المريض اللي لسه شفناه دي عملنا ده طريقة حديثة انه نعمل تكشير كريستالي إزالة الخلايا الميتة بيسهل لنا عملية التكشير الكيمائي بعدها. هنا انا ما بحتاج لاستعمال نفس التركيز. نعم. اذا كنت انا من الماده مثلا بستعمل تركيز 30 انا لما اعمل تكشير الكريستالي اول ممكن استعمل تركيز 10. نعم. وبيديني نفس النتيجه بتاعت التركيز العالي. نعم. فبيسهل عليه وبتقلل من الاثار الجانبيه. نعم. بعد ما عملنا عملية التكشير والإناء بعد ذلك بندي المواد أو الأدوية اللي بتساعد على التخلص من الوحمات أو التصبغات. نعم. فعشان الدواء ده يدخل خلينا زيادة ويخش في الجلد بنستعمل الموجات الصوتية. هي بتوسع لنا الخلايا بتسمح بزيادة الامتصاص بتاع الدواء. نعم. وهنا بتحفز الخلايا ذات الانتاج خلايا جديده يعني. نعم كل هذه الاشياء. طيب دكتور خالد احنا عارفين ايضا برضو يعني من ابرز المشاكل واكثر انتشارا في وسط الشباب بالذات والشابات مشاكل حب الشباب والندوب اللي بتظهر من اثار حب الشباب، فياريت تورينا وتلغلنا الضوء عليها برضو. طبعا حب الشباب هي مشكله شائعه جدا جدا واكثر من 70% من الناس بتكون مرت بهم الحاله بتاعت حب الشباب. نعم. في ناس بعد العشرينات بيختفي منهم لكن في بعضهم بيستمر. نعم. المشكله الاساسيه اللي بتجيب الاثار انه الزول بيلعب بالحبه. نعم. يده طوالي في وشه. نعم. فدي بتخليه بتخلي فرقع الحبه لكن بتترك اثار. اهم حاجه العلاج المبكر والوقايه من الحب الشباب. نعم. يعني اول ما ظهر كمان جاز زياده عليها استعمال الكريمات. استعمال الكريمات بيؤدي الى ظهور نوع من الحبوب هي بتشبه حب الشباب لكن هي ما حب شباب. لان العلاجات بتاعت حب الشباب الناس اللي كانوا بيستعملوها علاجات طويله او مكلفه او يعني مثلا عندها اثار جانبيه كثيره. فالطب الحديث لجأ لعملية انه الغضاء على حب الشباب باستعمال انواع معينة من التكشير الكيمائي اللي هي عندها خاصية انها مضادة للالتهابات وبتأثر على الحبوب او البسور اللي بتكون بتغيح، يعني الواحد بتعمل الليلة الحبة طوالي بتطفي. نعم. في لحظتها او ثاني يوم بالكثير الحبة بتطفي. نعم. بعد ما يتم علاج وتوقف التأكد من توقف الحبوب تماما بعدك بتبدأ مرحلة علاج الآثار. نعم. طبعا من الآثار يا إما التصبغات اللي هي بنسميها تصبغات ما بعد الالتهاب أو وجود الندوب أو الحفر. نعم. عشان كده بحذر الناس ما يلعبوا بالحبوب. نعم. ما يلمسوا. خليها برا. نعم. هي بتنتهي في النهاية، كان ديت علاج ما انتهي، ديت علاج هي حتنتهي. نعم. فبتترك الاثار. علاج الاثار برضو دخلت فوق حياه، طبعا دخلت فوق الديرمارور ومع استعمال ظهرت ادويه جديده. الديرمارور هي يعني الزول لما الجرح جرح عادي. نعم. دي النظريه بتاعتها انه الجرح ده بيلتئم. نعم. بتقوم خلايا جديده. حتى الواحد لو لاحظ ضرب في حته وتكونت بتكون قشره من الدم والهنا لو شال القشره دي بيلقى حاجه بيضاء في حته جديده. يا ده عباره عن كولاجين وفايبرين. يعني نحن بنعمل مايكرو جروح. جروح صغيره متناهيه الصغر. نعم لا ترى بالعين المباشره. كويس. الجروح دي بتلتئم بيتحفز لنا
كولاجين غيام او نمو كولاجين وفايبرين جديد. نعم. اللي بيعمل لنا شبكه جديده بيخلي الخلايا تبني فيها وتطلع لنا خلايا جديده. نعم. في بعض الناس طبعا يعني ما كل حب الشباب سبب واحد. في ناس اختلال في الهرمونات وده العلاج برضه سهل يعني انه بيتم علاج وفحص للهرمونات. في ناس نتيجه ادويه او بعض مواد التجميل. نعم. يعني بعض مواد التجميل هي برضه ذاتها ممكن تسبب حب الشباب. نعم. كلها عندكم لا علاجات في العياده. طيب دكتور خالد، احنا عارفين التقدم في العمر يعني هو من الطبيعه الايديولوجيه بالنسبه للانسان، اي انسان بتقدم في العمر، لكن احنا كسيدات بنرفض التعامل مع التقدم في العمر، وبنحب نوقف العمر في فتره معينه زمنيه، فياريت تورينا برضو عياده سكين كير كلينيك قدمت شنو عشان ما توقف الزمن او تحاول تقلل من علامات التقدم في العمر. برضو نرجع لموضوع الوقايه. نعم. الشمس هي العدو الاول للبشره. وعلامات الشيخوخة بتظهر أكثر كل ما أكثرت من التعرض للشمس. وكذلك بعض الشامات والهناية بتتأثر من مدى هنا. فأنا ما أعرف السودانيين متعقدين من قصة الشمسية أو الطاقية. نعم. يعني حتى بنلاحظ الأجانب هنا بشيلوا شمسية أو طاقية. أيوة بلبسوا طاقية. فدي أول وقاية. ووقاية طبيعية غير مكلفة. في حبذا انه الناس تشجع يعني انه تستعمل الشمسيه او الطاقيه، خاصه مع وجود الشمس الحاره عندنا والعنايه. بعد ذاك العنايه بالوش، يعني انت اللي بتمرق في الشارع الركشات، الهنايه الغبار، الهنايه بتطلع كميه من الادخنه والهنايه بتترسب في الوش. نعم. فلازم يكون عندي غسول. نعم. غسول لازم الوش يتغسل مره او مرتين لانه بتسد المسامات وبسبب كثير من المشاكل. بعد ذاك بيجي العمليات يعني التكشير الكريستالي يحفز انه يشيل الخلايا الميته وانه يحفز لنمو الخلايا. نعم. لحد ما نصل مرحله التجاعيد والهنايه، بعد ذاك ممكن استعمال الفيلرز والبوتوكس والاثنين متوفرات عندكم يعني في العياده. عندنا في العياده يعني. نعم. طيب ايضا دكتور خالد، عارفين انه في كثير من المشاكل في الشعر، التصاعد والتغصف، تكسر ومشاكل بتاع الثعلب، اشياء كثيره يعني بتصيب الشعر، فبرضه العياده قدمت شنو من حلول لمشاكل الشعر؟ طيب اول حاجه